لو الحكاية فيها إن فيدي شكوتك إيه؟ ابني في ليبيا مختطف من يوم الثلاثة اللي عارف دايما قالوا أسبوع ما نعرفش عنه فعايزين نعرف بناشد السيسي وبناشد كل المسؤولين اللي في مصر نشوفوا ابني في مصر مطلوبي بس إن أعرف ابني طلبي إيه بقى؟ طلبي بإيه؟ ما أنا بقول لك بطالب إن أنا عايز أعرف ابني فين حتة بناشد السيسي وجميع المسؤولين كلها تشوف ابني فين بس طلبي واحد طلب واحد بس يجيبوا ابني بس انتوا كم واحد عارفوا هو راح فين كم واحد ما انت غايب انا ما اعرفش الا ابني انتوا كلكم ابني بس مش كلكم مجموعه مع بعض كل تبع رامي كل اسره رامي كلنا اسره رامي ليه فيديو